أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، وحلقة الأولى من برنامج برجك والأعشاب. والبرنامج هذا قد يكون من عنوان يستغرب الشخص ما علاقة الأبراج والتنجيم بعلم طب، فما علاقة هذين العلمين مع بعض، وكيف تحولت إلى مستغل أو مستفيد من هذا العلم اللي هو علم النجوم. دعونا نبدأ من البداية، لأنه أتمنى الحلقة الأولى وحتما السؤال ما علاقة الأبراج بعلم الأعشاب. في عام 1998، قبلها كنت ما أعتقد أنه أكو شيء اسمه أبراج أو كواكب، كنت أعتبرها من الخزعبلات أو التفاهة أو الكهانة والسحر والحرام وإلى آخره. هذه حال أي واحد يعني متدين أو يعني ينظر إلى المسألة على أنه حرام. فإلى سنة 98 ولا على بالي، ولا كنت حتى عندما أشوفها في المجلات كنت أضحك وأتركها، أشوفها الكتب في المكتبات أقول من يقرأ مثل هذه التفاهات. هكذا كنت إلى سنة 98. اللي حصل في عام 98، وقصة حقيقية حدثت معي، جاري دق علي الباب وطلب مني أن أعطيه أعشاب لأن لديه إمساك شديد ومتألم جدا ويريد يعني يرتاح. فعملت له تركيبة أعشاب ملين ومسهل بشكل علمي ودقيق. سألت عن بعض الحالات، يعني هل عندك، هل أنت مدخن كذا كذا، هاي المعلومات، الأسئلة اللي أسألها للمراجعين. فعملت التركيبة المناسبة وأعطيته إياه، وثاني يوم الصبح شكرني قال لي الحمد لله ارتاحيت من الأمس إلى اليوم أنا مرتاح. ومضى حوالي 4-5 أيام انتهت تركيبة الأعشاب، لأنه ما أعطيته كمية كبيرة حسب طلبه هو للتجربة يعني. وجاني بعد حوالي أسبوع أو أكثر وطلب مني أن أعطيه الأعشاب. سبحان الله، أنا عندي كانت هذه التركيبة أصلا هي يعني جاهزة لأكثر من شخص، وأعطيته من نفس الأعشاب من نفس التركيبة، وطلبت منه نفس الاستعمال ونفس الطريقة. فراح جاني ثاني يوم قال لي ليش شو ما تشتغل الأعشاب، ما شو السبب، بطني بعدها قبض ولا كأنه أي شيء. فسألت نفس الأسئلة، أنه عندك شيء؟ قال لي لا والله نفسه. قلت له طب طريقة الاستعمال هل استعملتها؟ قال لي والله نفس التفاصيل ونفس الكذا، وشربت حتى باردة مثل ما تريد. أنا احتاريت، فعدت قلت ربما أنا غلطان، ربما أكو شيء بالتركيبة هذه. فأعطيته تركيبة سوى، عملتها طحنتها جديد يعني، لأنه مع العلم أنها تركيبة مو قديمة أو إكسباير، كلها ما صار الأسبوع، وتبقى التركيبات عادة بعد الطحن مدة حوالي شهر إذا مخزونة بطريقة صحيحة. أعطيت هي. راح جاني ثاني يوم أو بحقيقة جاني بنص الليل، دق الباب دق دق، اخترعت ساعة بعد منتصف الليل وهذا الطرق الشديد على الباب. فتحت الباب وإذا به يرمي الأعشاب في وجهي ويقول لي أنت رح تموتني، ما هذا، قتلتني قتل، صار عندي إسهال وفيضان بشكل مو طبيعي. الحقيقة يعني انذهلت، يعني نفس الشخص نفس الأعشاب نفس التركيبة، مرة اشتغلت مرة ما اشتغلت، مرة صار عنده إسهال بسببها وما عرفت أجاوبه، وبقى زعلان عليه طبعا وما تكلم معايا من بعدها. لكنه القصة هنا يعني ما انتهت. ورا شهر تقريبا أو شهرين أحد المراجعين اتصل بي من أحد المحافظات قريبة من بغداد، وطلب من عندي أعمل تركيبة أعشاب لعند أخته صار عندها سرطان بالثدي، ويردون تركيبة فعالة بأسرع ما يمكن. معلومات اللي عندي انه الاعشاب هذه يعني تختلف من شخص الى اخر الى اخره، والموجوده عندي يقول استعملته، قال لي استعملنا كذا، كل ما اقول له على عشبه اللي انا اعرفها وتقاوم السرطان قال لي استعملناها وما فادت، استعملناها وما فادت. طيب قلت له طيب اعطيني يومين حتى ابحث في مصادر طب الاعشاب القديم لعلي اجد شيء غافل عني عنه وما عرفته. وذهبت الى ابحث عن الكتب، واذا بها انه المطبوعات هي الموجوده عندي والمعلومات هي موجوده. فسألني المسؤول بالمكتبة قال لي تدور على أي كتاب ظهرت شفتك، قلت له بصراحة أريد كذا كذا طب الأعشاب، هي عندنا مخطوطات، شو أنت تزين بالمخطوطات؟ تراويني خليني أشوف. وفعلا يدخلني إلى غرفة خاصة وألبس شفوف وكمامة، طبعا ب 98 مهم أنه التزمت بالتعليمات ودخلت إلى غرفة الأرشيف الخاص بالمخطوطات التاريخية القديمة، مخطوطة عمرها أكثر من 600 سنة وغيرها وغيرها. وبدأت أبحث وبهدوء، وكلها مخطوطات خطيات قديم وغير منقطة وصعبة جدا. في البداية أنا قلت له طيب أعطيني نسخة مطبوعة، فأعطاني مستنسخات الموجودة من بعض هذه المخطوطات حتى أدرسها حتى أفهم كيف أقرأها.
ورجعت لثاني يوم سهرت الليل كله قريت، تعلمت كيف انه افك الخط يعني، وبها كلمات ومصطلحات بصراحه يعني ما كانت تخطر على بالي. فاضطريت ان ابحث في المصادر بالقواميس يعني اللغه العربيه، مثلا القاموس المحيط وغيرها، وفعلا قدرت اكتشف القصد وعرفت هناك مصطلحات ما موجوده حتى بالقواميس، فتعلمتها وبديت. واذا في احدى المخطوطات، وهنا هي النقطه اللي ربطتنا بين الاعشاب وبين الابراج، فلقيت في الكلمه كالاتي، يقول اذا سقيت المسهل للشخص وهو في برج الترابي في الابراج الترابيه فضاعف الجرعه، لان القوه الطبيعيه تزداد وتعاند ضد الاسهال. اما لو سقيت المسهل للشخص وهو في الابراج المائيه فقلل الجرعه من المسهل لان الطبيعه تكون لينه اكثر. واما الجرعه العاديه في الابراج الناريه والهوائيه فالجرعه المعتاده او المتوسطه. فشد انتباهي وربطتها بالشخص اللي زعل علي، واللي انا ما عرفت كيف اجاوبه ولا عرفت الحل. طيب ما علاقة القمر في الأبراج؟ طبعا أنا ما أعرف شنو الأبراج، شنو مائي شنو ناري شنو كنت أستهزئ بيها أصلا ما أعرفها، لكن المعلومة فعلا ارتبطت بيها. يوم عنده إمساك مع العلم نفس الأعشاب، يوم عنده إسهال صار نفس الأعشاب، ويوم طبيعي. فاللي خلاني يعني هذا فعلا اللي كان لقيت كأنه جواب للحيرة أو اللغز اللي ما كنت أعرفه أنا. بس أنا ما عندي أي باك جراوند يعني ما عندي أي خلفية عن طب عن الأبراج والتنجيم، ما عندي أي شيء، ما اعرف شنو المنازل هذه ولا. فاخذت المعلومه عن السرطان ولا اخره، ولقيت فعلا الحمد لله وانتهت قضيه السرطان انتهينا. نيجي على الان بدي اعرف شنو علاقته، طيب هل فعلا هذا الكلام اللي دي يقوله صحيح؟ طيب كيف اعرف القمر انه باي منزله؟ فبالصدفه سبحان الله كانه قدر مقدر انه كنت اسمع الاخبار في احدى الاذاعات، خصوصا انا اقولها يعني اذاعه صوت اسرائيل من اورشليم القدس سنة 98، لأنه كانت هناك الأحداث ثورة الحجارة وإلى آخره. ويعني وبويدا بالمذيع يقول بعد قليل بعد نشرة الأخبار سيأتيكم برنامج نتكلم عن منازل القمر، وانتبهت فعلا وانتظرت بعد الأخبار وإذا به بدأ يتكلم القمر الآن في المنزلة كذا في البرج الفلاني، ثم ينتقل في الساعة كذا إلى البرج الكذا. بديت أكتب القمر يكون بالمنزلة كذا ويكون القمر كل كذا، كتبتها وحضرتها بتواريخها. وبديت أفكر طيب إذا كان القمر بمنزلة ترابية يزيد الإمساك، طيب أنا عندي واحد من أخوتي الله يرحمه كان عنده مشكلة الإمساك، وكنت أعطيه الأعشاب وأحياناً يستعملها ويستفيد منها، فقلت خليه أجرب عليه. أعطيت الجرعة العادية لما تكون القمر بالمنازل النارية أو الهوائية ويرتاح ويشكرني كالمعتاد. لما يكون في الأبراج الترابية أعطيته نفس الجرعة وقلت له ها، قال لي والله ما اشتغلت هاي نقطة، فانتبهت أنه ممكن أنه يكون هذا الكلام. طيب هاي تجربة انتظرت إلى اليوم اللي يصير به القمر بالمنازل المائية الأبراج المائية وأعطيت الجرعة نفسها، وإذا قال لي اليوم صار عندي مغص كذا قلت له هذا هو. إحنا نعرف أنه أي بحث علمي يبدأ من الأوبزرفيشن يعني الملاحظة، تلاحظ شيء ثم تدقق فيه ثم تقوم بتجربته أكثر من مرة حتى يثبت لك ذلك. وفعلا بديت أسأل يعني اللي يجيني مراجع يقول لي أريد إسهال مسهل او كذا وكذا، اطلب منه العنوان ورقم التليفون بوقتها وكيف اتواصل به، واقول له بشرط اعطيك هاي الاعشاب مجانا ما اخذ منك اي شيء، لكن اريد اعرف نتيجتها حقيقه معي. وفعلا اكثر من 20 شخص قدرت احصل على انه النتائج متقاربه جدا جدا، بالابراج المائيه يصير اسهال، بالابراج الترابيه ما ياثر المسهل بنفس الجرعه، في الابراج الناريه والهوائيه الجرعه طبيعيه تماما. وكباحث علمي استهواني انه ابدي فعلا بعد ان اتاكد انه بالاحصاء الكلام صحيح، فقررت فعلا ان ادرس هذا العلم، وتوصلت الى انه الكثير من المعلومات اللي المخطوطات اشارت على انهم كانوا يستخدمون علم الابراج او التنجيم يسوون الخريطه الفلكيه للاشخاص اللي ما يعرفوا لهم علاج. يعني مثلا عنده مشكله في وجع الراس ويطوه حسب الاوصاف وحسب الكذا ويجرعوا إلى آخره مدى تفيده نهائياً الأعشاب اللي موجودة في يعني الموجودة عندهم. فقرروا إنه هم يسوون الخريطة الفلكية وعن طريقها يعرفون أسباب وجع الرأس. فهذا لفت انتباهي على إنه إذن هذا العلم ممكن مو بس المسهل، لا بل إنه يساعدني بالتشخيص الحالات اللي هي ما لها تفسير، العقم مجهول السبب،
ايضا لقيتها في طب المخطوطات القديمه في طب العرب القديم ايضا، وذكروا انه عندما يكون المريخ او المشتري وزاويه سيئه مع الشمس لا يمكن ان تحبس بعض النساء، مع العلم انه هي طبيعيه جدا لكنه يجوز تحبل مره واحده لما تجي المصادفه، او يقول تقدير الله سبحانه وتعالى انه تكون جاهزه للحمل، وتحاولون وماكو، يروحون للمراجعات الاطباء الكذا ما يفيد، حتى زراعه الاطفال الانابيب ما تجيب نتيجه. لكنه اذا صادف مره اخرى بنفس التوقيت اللي حبلت به اول مره، نعم ممكن احتمال انه يصير. طبعا هنا المشكله راح تصير مشكله توقيت نزول البيضه، ويكون وقت التلقيح مناسب في هذه الايام. وان الحمد لله نجحت فيها بشكل مبهر، يعني نسبه النجاح عندي يعني لما نسوي الخريطه الفلكيه ويحبلون الحمل عند النساء، يعني كلهم طبيعيين، الزوج والمراه طبيعيين 100%، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى، الاطباء يقول لك ما نعرف ليش. فاذا لا غرابه انه هذا هو علم نبيل، ولكن لماذا حرم؟ وما هي الاسباب اللي خلت الناس لحد الان يستهزئون به ويعتبروه كهانه وسحر والى اخره؟ انتظرونا في الحلقه القادمه ان شاء الله حتى نجاوبكم على الاسئله. هذا ما عليكم، استودعكم الله الى اللقاء.